اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز براذرهود نيوز. هنقدم لكم اهم اخبار الاسبوع. خبر الاول معانا عن تحديد الموعد الرسمي لاصدار لعبه ميتل جير سوليد في ذا فانتوم بين. عن طريق فيديوهات من خادم موقع ايجين في لقاءات اجراها كوجيما المطور الياباني عن تطوير لعبه ذا فانتوم بين، رصد الفيديوهات احد اعضاء نيوجيا وحط روابطها وبيظهر فيها تاريخ اصدار اللعبه وهو 1 سبتمبر، تم بعدها تأكيد موعد إطلاق نسخة الحاسب الشخصي وهي 15 سبتمبر. الخبر الثاني عن قائمة كاملة لتحديث الشتوي للعبة باتلفيلد 4. واحد من أهم التحديثات للعبة باتلفيلد 4 ويمكن يكون الأخير، وصل حجمه على البي سي 400 ميجا بايت وعلى الكونسولز ل 1.34 جيجا. التحديث هيضيف تحسينات كتير، هيساعد على التوازن بين الأسلحة والخرائط وهيحل مشاكل تانية كتير، ودي قائمة كاملة بكل التحسينات والتغييرات. الخبر الثالث عن إعلان لعبة تراين 3. بعد نجاح حققته سلسلة تراين، أعلن فريق تطوير اللعبة عن جزء ثالث للسلسلة بعنوان تراين 3 The Artifacts of Power، وما أعلنوش عن ميعاد إصدار محدد باستثناء أن الإصدار في 2015. لعبة مورتال كومبات إكس هتنزل مجانا على الهواتف الذكية. تم الإعلان أن لعبة مورتال كومبات إكس منتظرة هينزل ليها نسخة على الهواتف الذكية، وهتكون عبارة عن قتال عن طريق البطاقات. وقال المطور أن اللعبة هتكون تطوير جديد لألعاب القتال في مجال الهواتف الذكية. والخبر الخامس والكرر الثلاث مرات لحد دلوقتي، وهو تأكيد شركة روكستار للعبة جي تي اي بي على الحاسب الشخصي. أعلنت روكستار عن تأجيل جي تي اي بي لمنصة الحاسب الشخصي، وقدمت اعتذار رسمي عن التأجيل، وأكدت برضو أن التأجيل ده هيكون لصالح اللاعبين عشان يتأكدوا أن اللعبة خالية من العيوب. التأجيل هيكون ليوم 14 إبريل. دي كانت أهم أخبار الأسبوع. للمزيد من الأخبار والمراجعات تابعونا على صفحة الفيسبوك واليوتيوب. كان معكم يوسف حسين من جيمرز براذرهود.